وسائل التواصل الاجتماعي باب جديد لاستقطاب التبرعات للأسر الفقيرة. وفي ليبيا ليالي ثقافية وتراثية خلال شهر رمضان. برنامج اليوم مع باسل صبري وسهى زبن. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. وصباح الخير عليك يا سهى. صباح الخير باسل، وصباح الخير مشاهدينا. يعني طبعا اليوم كالعادة لدينا العديد من الملفات على مدار ساعتين، منها الرياضي، الاجتماعي، الصحي والفني، ومنها بطبيعة الحال طبعا الخاص بشهر رمضان، لأنه في كل عام في شهر رمضان بتكثر المبادرات الإنسانية، ومعها يا سهى بيتم التركيز على أهمية التبرع بالأموال للفئات الهشة في كل المجتمعات، وهذا نوع من التكافل والمساندة. ربما اليوم التكنولوجيا سهلت كثيرا من هذه العملية أكثر من ذي قبل، يعني اليوم مثلا بنتبرع عبر الإنترنت وأصبح هذا شيء عادي جدا، ولكن السؤال هنا سؤال مهم جدا، هو كيف نضمن صحة وشفافية هذه المبادرات خاصة اللي بتنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي؟ الحقيقة أن السؤال صعب باسل، يعني لأن التكنولوجيا في هذه الحالة تكون سلاح ذو حدين، لذا سنتطرق اليوم لبعض هذه المبادرات التي تعتمد على التبرعات عبر المنصات، وأيضا سيكون معنا رأي الناس في مثل هذه الحملات، بالإضافة لرأي المختصين في كيفية التأكد من قانونية هذه المبادرات والجهات التي تستقبل التبرعات، وهذا هو المهم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في مثل هذا الوقت وكما ذكرنا منذ قليل وخلال شهر رمضان المبارك، تنشط بطبيعة الحال حملات جمع الأموال لصالح الفقراء أو المرضى، وعادة ما يكون التجاوب كبيرا مع هذه الحملات، فيكثر الناس من إخراج الصدقات وزكاة الأموال خلال هذا الشهر. كما تنشط حملات جمع الأموال لتمويل شراء وجبات الإفطار للصائمين، وطرود تشتمل على مواد تموينية لذات الأسباب، ولكن للأسف أحيانا يتم استغلال هذه الظروف وتنظم هذه المبادرات من قبل أشخاص أو جهات غير مرخص لها بالقيام بهذه الأعمال، خاصة عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي. في مصر مثلا اليوم يا سهى يتضاعف إقبال المواطنين على التصدق والإكثار من التبرعات خلال شهر رمضان الكريم، ومع تنوع وتعدد جهات التبرع يلجأ بعض الأفراد والجهات كما ذكرنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل التواصل مع المتبرعين وإيصال المساعدات لمستحقيها. مع حلول شهر رمضان تنشط حملات جمع التبرعات. إيهاب الحسيني يعمل هو وأصدقائه منذ 7 سنوات على تقديم المساعدات المالية والغذائية للأسر الفقيرة. احنا المجموعة حوالي 45 متطوع ومتطوعة، ابتدينا في يونيو 2016، دي كانت البداية ومستمرين من ساعتها الحمد لله لغاية دلوقتي، كملنا 24 قافلة على مدار 7 سنين اللي فاتت. طاق العمل بتاعنا بيبقى من خلال معارف وأصحاب، ما قدرناش طبعا ان احنا نتوسع ونعمل اعلانات ولا نكبر الموضوع، على الاساس ان احنا في الاخر المجموعه كلها حبها للخير وحبها لمساعده الاهالي نفسه، مش حكايه ان احنا نكبر ونوسع نطاقنا ويبقى ناخد تبرعات، لا، هي الاهم كان ان احنا نوصل الاستفاده للاهالي والمساعدات للاهالي نفسهم اللي هم المحتاجين في المناطق النائيه. مساعدة الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان تنتشر بشكل كبير، الأمر الذي يفتح الباب للطامعين لممارسة أشكال مختلفة من الاستغلال للتربح من دون وجه حق. أنا أفضل أنا بنفسي أروح أدي فلوس، لكن ما أديش أونلاين، لازم أكون الأول متأكدة، لكن غير كده لا، ما أخاف إن أنا أتعامل مع حد ما أعرفوش. يكون يستغل موضوع الإنساني عند كل واحد، لازم يبقى حاجة مضمونة ناس ضمنينها. أنا في رمضان بروح المكان ذات نفسه بتبرع فيه، أنا اللي بتأكد منه، ما بعتش الفلوس على المسج ولا أي حاجة. الفقر مشكلة اجتماعية تعاني منها العديد من المجتمعات، ظاهرة تحاول برامج حكومية وتوصيات دينية مواجهتها. شهر رمضان الدعاة يعملون والنصابون يعملون، كل يعمل في مجاله، فالنصابون يستغلون الحالة الإيمانية الروحانية العالية عند المسلمين. دور الدعاة في هذا الشهر هو حث المتصدقين بأن يتحروا الدقة عندما يخرجوا صدقاتهم.
أكثر من 50,000 مؤسسة وجمعية أهلية في مصر تقدم مساعدات إنسانية، لكن جهودها تبقى محدودة في ظل ارتفاع نسبة الفقر. لذلك تركز العديد من المبادرات على القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. مي عدلي، الحرة، القاهرة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من عمان كارلا هارون، وهي صاحبة مبادرة صحتك مسؤوليتي. أهلا بك أستاذة كارلا. بداية، كيف تساهم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في جمع التبرعات ودعم المبادرات الإنسانية؟ أهلا عزيزتي، يعطيكم العافية، نهاركم سعيد. نحكي بالنسبة لموضوع التطوع، هو عمل إنساني بينبع من الشخص اتجاه المجتمع لخدمة هذا المجتمع والفرد وتعزيز مفهوم التعاون والأخوة والمحبة ما بيننا. هلا وسائل التواصل الاجتماعي أعطت فرصة كتير كبيرة إنه هاي الأعمال تظهر بطريقة يعني أفضل وتكون على مستوى خلينا نحكي مجتمع أكبر. يعني مثلا هلا وسائل التواصل الاجتماعي أعطت الإنسان الأحقية بأنه ينفتح على مجتمعات تانية، يوصل معلومات أكبر، يكون عنده أصدقاء ومعارف يوصل لهم أفكاره، يوصل لهم مدى حبه مثلاً لاتجاهات معينة. فهلأ إحنا بلشنا نشوف كتير من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية عم تنشئ صفحات بتقوم من خلالها بجمع هاي التبرعات. طيب كلمينا عن حجم التجاوب يعني من قبل المتابعين مع هذه المبادرات الإنسانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني وسائل التواصل في توسع، عدد المستخدمين في ازدياد، هل هذا يعني بالتالي زيادة الاستجابة لهذه المبادرات عبر هذه الوسائل؟ هلا في ناس تنقسم لقسمين، ناس ممكن تآمن بفكرة إنه تتبرع عبر الإنترنت، وناس ممكن يكون اتجاهها مختلف، يعني بتحكي إنه أنا كيف أتبرع على شخص ما بعرفه، يعني معرفة شخصية، إلا إذا كانت أعمال هاي الشخص اللي منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تثبت مدى مصداقيته، تثبت إنه هو إنسان فعلياً يبحث وراء التطوع والعطاء اللي هو بلا مقابل. فهون أعتقد أنه بيكون يعني شوي عزز الفكرة أنه أو حب الخير أو المصداقية داخل قلب هذا المتبرع فبيساهم. لكن في جهات معينة ترفض رفضاً تاماً بسبب كثرة عمليات النصب للأسف اللي بتصير من خلال هاي الصفحات. يعني أستاذة كارلا، وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من أنها قد تكون إيجابية إلا أنها سلاح ذو حدين، لذلك ذكرتي بأن المصداقية هي أساس عمليات التبرع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. على ماذا تعتمد أيضاً إلى جانب المصداقية؟ تعتمد أيضا على أنه يكون الشخص موضح الحالات اللي بنشرها، طبيعة هذه الحالات، مدى مصداقيتها، من يعني من وين هو مثلا سعى ليأخذ هاي الحالات، وهل ما في اتفاقيات ما بينهم، الحالات هاي متوجهة من طريق يعني ليس عصابات، أو مثلا خلينا نحكي إحنا عارفين يعني عصابات التسول وما شابه ذلك. فأحيانا حتى يوقعوا بالشخص اللي هو يدعي أنه هو رح يساعد أو يعمل الخير، فبيتم اتفاقية ما بيناتهم، وللأسف بيتم سرقة هاي الأموال، ويعني بتكون في اتجاهات للأسف غير الخير. هل من الممكن أن تستخدم أيضا في تمويل يعني بعض الأعمال المشبوهة أو حتى يعني الجهات المتطرفة في بعض الأحيان كما يقال؟ هل هذا وارد؟ نعم أكيد، يعني للأسف إنه تم اكتشاف كتير من يعني الجروبات والأشخاص يلي بتجهوا نحو استخدام هاي التبرعات باستغلال أساساً الأشخاص اللي بحاجة، أو إنه مثلاً ممكن ياخدوا هاي التبرعات في سبيل إنهم يقضوا حوائج إلهم خاصة، سفرات سواء، أو ممكن لدعم مشاريعهم الخاصة، أو ممكن حتى إنه يعني يستغلوا هذا الشخص اللي بده هذا التبرع
بأنهم يقوموا بتشغيله من ضمن إطارات يعني للأسف يعني مش باتجاه مناسب. فيعني تم اكتشاف للأسف كثير من هاي الأنواع. يعني ما هي التحديات في عملية جمع التبرعات بالطريقة التقليدية أستاذة كارلا التي ذللها التبرع الإلكتروني خاصة في شهر رمضان؟ يعني ما هي الطريقة، ما هي الأساليب التي يعتمدها التبرع التقليدي؟ التبرع التقليدي بدون الوسائل التواصل الاجتماعي بيعتمد على أنه ذهاب الأشخاص نفسهم إلى جمعيات ومبادرات معروفة من قبلهم أو من قبل المجتمع المحيط حواليهم لحتى أنهم يتبرعوا بشكل شخصي. يعني بيكون عندهم ديتيلز عن هاي الحالات أو بيتم إرسالها عن طريق الواتساب وليس علنا على السوشيال ميديا مثل الإنستغرام أو الفيسبوك، فهم بفضلوا أنهم يذهبوا دايركت ويعملوا هذا الدونيشن التبرع. طيب لكن يعني إحنا للأسف اللي بنكتشفه أنه إذا الآن مش معروفة على السوشيال ميديا، مش إلها مثلا خلينا نحكي صدى أو ما طلعت هاي الحالة شكت بنفسها واستعانت باللي حواليها، للأسف ما بيتم التعامل معها لأنه الناس الآن هي وجهتها الوحيدة السوشيال ميديا. طيب هو في الماضي يعني كان هناك مخاوف من استخدام بطاقات الائتمان حتى في عملية التبرع الإلكتروني، هناك مخاوف من أن تكون عملية نصب في النهاية وألا يكون هذا التبرع حقيقيا. كيف يمكن لنا كمستخدمين أن يعني نتأكد أو نضمن نوعا ما على الأقل أن هذه الأموال تذهب في الطريقة الصحيحة أو أننا نتبرع بطريقة آمنة من الأساس؟ الآن ليس فقط التبرع عن طريق الماستر كارد أو الفيزا وإدخالهم على الويب سايت بالأرقام والباسورد يعني الخاصة فيك كمستخدم. الآن في مثلا وسائل مختلفة مثل المحافظة الإلكترونية، يعني ما بعرف إذا موجودة بكل الدول لكن إحنا عندنا في الأردن مثل زين كاش، أورنج ماني، هدول المحافظ يلي بتعطي وسيلة آمنة أكتر عليها سيكوريتي أكتر. أنت فقط بتدخل رقم المحفظة للجهة المتبرع لإلها وقيمة المبلغ وبتم الإرسال فقط وليس الاطلاع على أي معلومات تانية أو عبر خدمة كليك. فأنا هدول بفضلهم أكتر من إدخال أي معلومات شخصية سواء للماستر كارد أو الفيزا، فيعني أعتقد هذا أفضل. في النهاية أشكرك شكرا جزيلا كارلا هارون صاحبة مبادرة صحتك مسؤوليتي، شكرا جزيلا لك. بعد قليل مشاهدينا نستكمل معكم ملفنا الرئيسي لليوم عن وسائل التواصل الاجتماعي وهل هي بالفعل باب جديد لاستقطاب التبرعات للأسر الفقيرة. ابقوا معنا. إذن مشاهدينا استعرضنا معكم قبل قليل بعض المبادرات التي تهدف لمساعدة المحتاجين خلال شهر رمضان، وربما هذا أكبر دليل على أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين. فمن ناحية هي تسهل عملية جمع التبرعات وتوصيلها للجهات القائمة على مساعدة المحتاجين، ومن ناحية أخرى قد يستغلها البعض في عمليات ومبادرات وهمية. لذا من الضروري كما ذكرنا وضع ضوابط وقوانين تحكم هذه العملية. وأيضا لهذا الموضوع كان بطبيعة الحال صدى على وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ هنا بحساب الدكتور أنور الحميدي الذي يسلط الضوء على أهمية التدقيق في إجراءات جمع التبرعات وكتب: في القطاع غير الربحي قبل التسويق لأي نوع من أنواع التبرعات المقيدة والوقفية تأكد من توفر أدوات الضبط المحاسبي مثل التسجيل والإثبات في الدفاتر وإمكانية الحصول على تقارير مالية لكل ما يتعلق بهذا التبرع. أما حساب زاهر الشخصي فتساءل عن موضوع مهم فيما يخص مصير التبرعات وكتب: لفت انتباهي صناديق تبرعات لبعض الجمعيات الخيرية الخاصة بالملابس والاحتياجات، لاحظت أن من يجمع التبرعات بالشاحنات جميعهم من جنسيات مختلفة وكذلك السائق، كيف نضمن وصول هذه التبرعات إلى المحتاجين في هذه الحالة؟ بينما اشتكى حساب سيف بن سالم الوهيبي من التوزيع العادل للتبرعات فكتب: اللي حاصل معنا أول شيء ما في إنصاف بتوزيع التبرعات أو أموال الزكاة، وثاني شيء ما أن تحدث كارثة في بلد آخر يتركون المواطن ويصرفون تلك الأموال لمساعدتهم رغم أن ذلك ليس من اختصاصهم.
أما حساب محمد فشكك في عملية التبرع من خلال مواقع التواصل وقال صفحات تفتح مخصوص قبل رمضان ولا نعرف أصلها منين ولا مين الضبط القائم عليها، وأهم شيء كيف ستوزع هذه التبرعات، أحسن شيء نتبرع للجهات الرسمية. الآراء متباينة باسل، شاهدناها على منصة تويتر، وهذا يعني يدل على كيف وجهة نظر الناس حول التبرعات. ننتقل إلى سوريا مشاهدينا، حيث تنشط حملات جمع التبرعات على مدار العام بالإضافة لشهر رمضان، وذلك لتوجيهها إلى الأعمال الإنسانية للمتضررين في المخيمات. التقرير التالي يلقي الضوء على قضية التبرعات ودور وسائل التواصل في جمعها، ويتناول الجدل الدائر حولها. كان لأحمد تجربة سيئة في التبرع عبر حملات الدعم عبر الإنترنت، حيث قدم مبلغا ماليا بعد أن تأثر بإحدى الحملات التي اكتشف لاحقا أنها حملة وهمية ولم تصل تلك الأموال إلى مستحقيها، مما دفعه لتقديم المساعدة لاحقا إلى إحدى المنظمات المرخصة في شمال غربي سوريا والتي تتبع في عملية إيصال المساعدات نظام الشفافية. خلال تجاربنا من موضوع الزلازل صار كتير سرقات، صار كتير يعني صار كل مين يطلع على الفيس ويعمل صفحة ويقول أنا عم بتبرع للناس وأنا عملهم للمضررين، وآخر شيء عم نلاقي المضررين ما عم يجيون شيء. فطلعنا هاي كله من وراء الموضوع الروابط الوهمي والكذبي والموضوع الناس اللي راقدة لموضوع السرقة يعني والأمور هاي. في ظل وجود أعداد كبيرة من المتبرعين خارج سوريا، باتت المنظمات الإنسانية المرخصة والموثوقة تلجأ للإنترنت للترويج لحملاتها، كما تقوم بحملات توعوية تحذر المتبرعين من الوقوع في فخ الجهات الوهمية. رغم سلبيات حملات التبرع عبر الإنترنت، لم تصدر السلطات المحلية أي قوانين تمنع تلك الحملات وحصرها في المنظمات المرخصة، الأمر الذي أسهم في انتشارها واعتمادها من قبل أشخاص وفرق تطوعية غير مرخصة بحسب حقوقيين. لابد من قوانين هذه التبرعات لمحاولة إيصالها بالطرق القانونية وبالطرق المتعارف عليها من خلال المنظمات والجمعيات، وممكن أيضا عن طريق المجالس المحلية العاملة في مناطق شمال غرب سوريا. مع فقدان كثير من المتبرعين الثقة بعد عدم وصول مساعداتهم إلى النازحين والمتضررين نتيجة تبرعهم لصالح جمعيات مجهولة وغير مرخصة، يشدد ناشطون على ضرورة قيام المنظمات المرخصة بتوحيد جهودها وتفعيل دورها بشكل أكبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن رؤية واضحة من شأنها طمأنة المتبرعين. رغم أن حملات الدعم والتبرع عبر الإنترنت من قبل المغتربين كان لها دور كبير في التخفيف من معاناة المتضررين من الحرب والكوارث، إلا أن معظم تلك الحملات كانت تتم من قبل المنظمات المرخصة دوليا والموثوقة لدى المتبرعين لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها بعد انتشار الحملات الوهمية لجمع التبرعات عبر الإنترنت مؤخرا. يمان السيد، الحرة، محافظة إدلب. وللمزيد حول الموضوع تنضم إلينا الآن في الاستوديو السيدة كلير دالتون، مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر هنا في الإمارات. أهلا بك وصباح الخير عليك سيدة كلير. يعني في البداية نحن نتحدث طبعا في فترة بتنشط فيها حملات التبرع في شهر رمضان، والسؤال هنا ما هي القوانين التي تضبط هذه المبادرات خصوصا المبادرات غير المرخصة؟ شكرا جزيلا. أولا كل الدول تضبط طرق العطاء، وبالطبع هذه الضوابط تختلف من دولة إلى أخرى، وأعتقد أولا أن الهدف هو حماية الأموال التي تقدم من الأشخاص. كل الدول يجب عليها أن تضمن أن حملات التبرعات تقوم بشكل مستقي، ولذلك يجب على هذه المؤسسات أن تحصل على ترخيص وأن تضمن أن كل عمليات التبرعات لديها معايير محددة. يا أستاذة كلير، كيف يتم التعامل من قبلكم كمنظمات دولية مع هذا النوع من مبادرات التبرع؟
أعتقد أن المنظمات أننا كمنظمات دولية لا نلجأ إلى الأشخاص الثالثة أو لا نلجأ إلى شخص آخر، ولكننا نعمل بشكل مباشر، وذلك من أجل ضمان أن تصل التبرعات إلى الأشخاص بشكل حقيقي. كل المنظمات الدولية لها طريقة معينة للتدقيق، وذلك يجب أن تتحلى بالشفافية. هذا أمر مهم وضروري، وذلك لكي نبلغ كيف يتم إنفاق هذه الأموال وإلى أي جهة تصل. بعض الأحيان وربما هي أحيان كثيرة قد تكون المبادرات الفردية غير المرخصة هي مبادرات حقيقية، يعني ليست نوع من النصب، تصل في النهاية تبرعات هذه التبرعات إلى الفقراء، خاصة هنا نتحدث عن مبادرات على مواقع التواصل طبعا. هل في هذه الحالة تعتبر القوانين عائقا غير منصف بحق هذه المبادرات وبحق المستفيدين أيضا منها؟ بالطبع أن هنالك أشخاص كثيرين يودون المساعدة، مساعدة الأشخاص الأفقر، ولكن أعتقد أن الخطر الأساسي في هذا الموضوع هو استخدامها بالطريقة الخطأ. لذلك حتى يمكن للنية الحسنة أن تؤدي إلى أضرار، مثلا يمكن للأموال أن تذهب في مكان آخر أو أن تكون بتناقض مع قوانين الدولة التي تتم فيها هذه التبرعات، لا سيما في الشرق الأوسط. أعتقد أن المخاطر الأساسية لعمليات التبرعات غير المرخصة هي أنها تدمر ثقة الجمهور في هذه المؤسسات والمنظمات، وهذا الأمر قد يكون أمرا صعبا للغاية. لذلك من الضروري على الحملات التبرع أن تكون مرخصة لكي تذهب الأموال في المكان الصح. جميل، يعني ذكرتي عن احتياج ترخيص هذه المبادرات، لذلك لماذا لا يتم احتواء هذه المبادرات الفردية التي لربما تكون بشكل عفوي من أجل تقديم المساعدة للآخرين، يعني والتعاون معها ضمن إطار منظمة دولية؟ أعتقد أنه من المهم أن نتعاون ونتشارك مع هذه المؤسسات، ويمكن أن نفعل ذلك في إطار الأطر التنظيمية التي وضعت لقانون التبرعات. ومن الضروري أن نتعاون مع هذه المؤسسات طالما أن هذه المبادرات تحترم طرق التبرعات في كل دولة من الدول، وذلك لحماية مصالح الأشخاص الذين يقدمون التبرعات والأشخاص الأحوج إليها. لذلك علينا أن نضمن أن تذهب الأموال إلى الأشخاص الصح. وبما يتعلق بالمبادرات الفردية هي ضرورية وهي رائعة، ولكن يجب أن يتم احتواؤها بشكل أو بآخر. طيب، حتى نفهم الصورة بشكل أفضل، يعني هل لدينا اليوم أرقام أو إحصائيات حول أحجام التبرع عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حتى نفهم تطورها عبر السنوات؟ ليس لدي أرقام معينة، ولكن نتفق جميعا أن هنالك ارتفاع كثير في جمع التبرعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يحول طريقة العمل، لأنه بالفعل يمكن للأشخاص أن يلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الأشخاص. إذن ذلك يغير طريقة العطاء، ولكن أيضا طريقة عمل المؤسسات والمنظمات. يمكن لهذا الأمر أن يكون إيجابيا، ولكن على المتبرعين أن يضمنوا أن هذه الحملات تقوم بالأمر الصح. نحن كمنظمات دولية لدينا مجموعة من الخبراء الذين يدققون بهذه الحملات، أي حملات التبرع، لكي يتأكدون من أنها في الإطار الصح وأن اسم المنظمات الدولية هو موجود بشكل واضح. نحن نتفق إذن أنه هذا أمر ضروري، ويجب أن نضمن حصول هذه الأمور في الإطار الصح.
يعني مع انتشار المبادرات التطوعية والمبادرات التبرع تحديدا في الآونة الأخيرة، نتحدث عن الجانب القانوني الدولي، ما هي العقوبات التي تفرض على أصحاب المبادرات غير المرخصة؟ أعتقد أن الأمر يختلف من دولة إلى دولة أخرى، ولكن كل دولة لديها طريقة معينة لكي تضمن أن المتبرعين وأن المؤسسات التبرعات تعمل في إطار معين. قد يمكن أن يكون هنالك غرامات قانونية في بعض الأحيان، يمكن أن تكون هذه الغرامات كبيرة لأنك تضر ب مصداقية مؤسسة معينة إذا كنت تقوم بجمع التبرعات بشكل غير مرخص. لذلك تختلف العقوبات من دولة إلى أخرى، ولكن يجب أن تتماشى مع تداعيات هذا الموضوع لضمان أنه عندما يقدم الأشخاص تبرعات يجب أن يثقوا بهذه المنظمة وأن يثقوا بأن الأموال تذهب في المكان الصح والمكان الأحوج لها. لذلك أن المنظمات الدولية الإنسانية يجب عليها أن تقيم هذه الحاجات وأن تقوم بتوازن لمعرفة ما هو هذا الدعم الذي يقدم لكي تضمن أن الأموال تصل إلى الأحوج إليها. طيب، كيف يمكن أن تكون المبادرات يعني في بعض الأحيان وهمية يعني كما يقال، وأين يمكن توجيه هذه الأموال؟ يعني ما هي المسارات التي قد تذهب فيها هذه التبرعات بالنسبة للمبادرات غير المرخصة بالتحديد هنا؟ لست أكيدة، ولكنني أعلم أنه يجب وضع ضوابط لكي نعلم أن الأشخاص الأحوج يحصلون على المساعدة الذين يحتاجون إليها. وأعتقد أنه من الضروري أن تكون طريقة العطاء أيضا حيادية لكي تصل الحاجات. لكن ما هي العلامات التي يجب أن تنبه المتبرعين لهذه الأمور؟ ما هي نصائحك لمن يريد التبرع من خلال هذه المبادرات في تحديدا شهر رمضان؟ أعتقد أنه إذا كان بإمكان الأشخاص أن يثقوا بمصداقية المنظمات الدولية ومنظمات جماعة التبرعات، هذا أمر أساسي. هنا في الإمارات العربية المتحدة هنالك حملات مرخصة متفق عليها، وأنت تعلم أين تذهب هذه الأموال. طيب، بشكل عام في النهاية، يعني سواء التبرع من خلال القنوات التقليدية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هل أنتم متفائلون بأحجام التبرعات بالرغم من كل ما يمر به العالم اليوم من أزمات اقتصادية وغيره؟ هل نسير في الاتجاه الصحيح؟ هذا سؤال جيد. أعتقد أنه كل جهد هو مهم وضروري، واليوم في تطور التكنولوجيا يجب على الأشخاص أن يعطوا أكثر، ويجب أن يقدموا المساعدة بشكل مباشر إلى القضايا الأساسية، لا سيما في منظمات دولية وغيرها. وأنا أعتقد أن هنالك ضوابط اليوم، ويجب على هذه المؤسسات أن تكون مرخصة لكي تذهب الأموال إلى الأشخاص الصح والأماكن الصح. أعتقد اليوم أننا في فترة فيها الكثير من الأزمات، وعلينا أن ندعم الأشخاص، وذلك يمكن أن يتم بشكل تقليدي أو غير تقليدي. يمكن للمنظمات أن تعمل مع شركاء، وذلك لكي يكون لها تأثير جيد، وهذا أمر ضروري اليوم. كلير دالتون، مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات، شكرا لك. مستمرين معكم مشاهدينا، وبعد قليل وداعا للحظ، هكذا تسجل ركلة الجزاء بالعالم.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. موعدنا الآن مع الرياضة، وفيها نذهب إلى عالم الكرة المستديرة، وموضوعنا اليوم هو ركلات الجزاء التي يرى البعض أنها تعتمد أساسا على التركيز والصلابة الذهنية، بينما يسميها آخرون ركلات الحظ. نعم، ركلات الترجيح التي تجلت أهميتها مجددا في كأس العالم الأخير عندما حققت الأرجنتين اللقب بركلات الجزاء وبخمس ركلات جزاء أخرى، سجل خلالها ميسي في البطولة ومهد له الطريق نحو اللقب. هنا يجب أن نشير إلى نتائج دراسة نرويجية حديثة تتعلق بسيكولوجية ركلات الترجيح في كرة القدم. كشفت هذه الدراسة التأثيرات النفسية لهذه الركلات، كما عرضت أفضل الطرق للتسجيل تسجيل الأهداف باستخدام العلم ضاربة بنظرية الحظ عرض الحائط. طبعا ركلات الترجيح في كرة القدم ليست فرصا مؤكدة للتهديف كما نعرف، ولكن علم كرة القدم يتطور بسرعة كبيرة، سواء في خطط المدربين لزيادة التهديف أو في خطط مدربي حراس المرمى حتى للتصدي لهذه المحاولات. عن أحدث الأساليب العلمية في التصدي لركلات الجزاء وخصوصا في تأسيس اللاعبين في مراحل الناشئين، كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور زكريا العوضي، مدرب حراس المرمى لمنتخب الشباب الإماراتي لكرة القدم، الذي يؤكد أن حظوظ الحراس في التصدي لضربات أو لضربات الجزاء باتت لا تقل عن حظوظ اللاعبين في التهديف. ٩٩٪ هدف في ركلة الجزاء وركلة الترجيح، لكن مع التطور الحديث في التدريب والإحصائيات الجديدة أجد أن هذه النسبة غير صحيحة، لأن اليوم حارس المرمى له دور كبير في التصدي لضربات الترجيح أو ضربات الجزاء خلال المباراة. اليوم ركلات الترجيح فيها الكثير من الدراسات، واغلبها دراسات علميه، دراسات من احصاءات معتمده. اجد ان اليوم في تدريبات خاصه لحراس المرمى في تصدي لضربات الترجيح وركلات الجزاء خلال المباراه. فيما يخص ركلات الجزاء خاصة للأطفال الصغار في مدرسة الكرة، يجب أن يعتمد على النظر للكرة والذهاب مع الكرة قبل أن يعتمد على أسلوب اختيار الزاوية، لأن الأغلب اليوم يختار زاوية ويروح للزاوية نفسها ويعتمد على توافق فكرته مع فكرة اللاعب المسدد. أنا أجد أن في مدرسة الكرة لا يعتمد على هذا الأسلوب، بل يعتمد على التوجه مع الكرة، يعني ما يتوقع الحارس الصغير، لكن الحارس الصغير يجب أن يتوجه مع الكرة، لأن لو علمنا الحراس من بداية الأعمار الصغيرة على التوجه والتوقع بيفقدون الكثير من مهارتهم، لأن بيعتبر ركلة الجزاء ركلة خلاص في صالح اللاعب وأنا بعتمد على الحظ. لكن لما يوصل اللاعب للمرحلة المحترفة ومرحلة المحترفين، أعتقد الإحصائيات لها دور كبير، أعتقد التدريبات، أعتقد وضع الجسم، في كثير من التفاصيل تخلي الحارس نسبة التصدي له كبيرة جدا. اليوم فيما يخص الإحصائيات، اللاعب اللي يسدد بالرجل اليمين الأغلب 65% يسددها في زاوية اليمين ليد الحارس، واللاعب المتجه والمسدد من رجله اليسار يحب دائما أيضا يسار الحارس، لكن هي نسبة وتناسب. أعتقد أهم شيء في هذا الموضوع هو الإحصائيات، وأيضا إذا الحارس توقع أن اللاعب يمشي بطيء للكرة، أعتقد يجب أن يتوقف الحارس وما يتوقع حارس، بل ينتظر ردة الفعل اللي هي ممكن تكون في صالحه. مهم جدا في بعض الأساليب اللي هي قطع الكرة من الأمام، اللي هي القدم المتجهة للكرة لازم أن تقطع للأمام، ولازم الحارس يغطي ويفتح جسمه باتساع الزاوية بالكامل، لأن المشكلة إذا الحارس راح في نفس الزاوية ولم يتصدى للكرة هنا يبدأ الخلل. لذلك أجد أن الحارس يجب أن يتبع أسلوب فتح جسمه بالكامل والنظر للكرة بشكل دائم وقطع الكرة من الأمام عشان يحد من اتجاهها في الزاوية البعيدة.
يخص الأدوات اللي نستخدمها في ضربات الترجيح أو ضربات الجزاء، أعتقد ما في أدوات ثابتة، لأن في حالات اللعب الصرفة ما في أدوات في ضربات الجزاء، لا في حائط صد، دائما مواجهة بين الحارس وبين اللاعب. لذلك أنا لا أحبذ أبدا أي أدوات موجودة، سواء الإحصائيات وأرقام اللاعبين المسددين. المنتخب الوطني دائما عندنا محللين يحللون مواقع تسديد اللاعبين واتجاه الكرة. اليوم عندنا نحن قبل ما نبدأ أي مباراة نشوف المسددين والأريحية في الزاوية، يعني أعتقد اليوم لعبنا نحن مباريات دولية، فقبل كل مباراة نشوف أرقام اللاعبين خلال التسديد، أي زاوية، الزاوية الأرضية، الزاوية الوسطى، الزاوية العليا، دائما هاي تكون معانا نحن كجهاز فني قبل ما تبدأ المباراة. حراس المرمى اليوم يتميزون أيضا بردة الفعل السريعة، واللاعبين دائما دائما يحب أسلوب الخداع، فمع تكرار التدريبات ومع رؤية الحراس للكثير من المسددين يقع في نفسهم هاي الخبرة. ولكن دائما اللي يقول إن ضربة الجزاء ضربة حظ، أعتقد بدأت هاي المقولة تختفي مع الأساليب الجديدة في التدريبات. ينضم لنا المحلل الرياضي سامي الإمام. أهلا بك كابتن. يعني كابتن، ركلات الترجيح هي الأبرز في كرة القدم التي تتجلى في الأداء تحت الضغط، بناء على ماذا يتم اختيار مسدديها؟ بالفعل يعني هي ركلات الترجيح يمكن أجمل اللحظات، هي مواجهة بين شخص وشخص، عيون يعني تخرج شرار كما يقال، ولكن أعتقد أنه التركيز يتم في الاختيار، يحطوا طبعا هما واحد واثنين وثلاثة على الأفضل في التدريبات. هناك تدريبات مستمرة، من هو الأفضل الأكثر تسجيلا، هذا أولا، الأكثر هدوءا وجاهزية اللاعب في تلك اللحظة. احنا نعرف نهاية كأس العالم 1990 في بين ألمانيا والأرجنتين، كان ماتيوس قائد ألماني هو اللي سدد ركلات جزاء، لكن لما صارت جزاء في الفاينل ما سددها، أعطاها زميل المدافع، ولما سئل قال الحذائي كان في مشكلة، أحد البراغي شوية لوز، فأنا مش متوازن ففضلت أعطيه لزميلي. إذن أكثر جاهزية ذهنية بدنية، يرى نفسه قادر هو يتقدم، أحيانا حتى المسدد الأول يتركها للثاني إذا وجد أنه هو نفسه غير جاهز 100%. طيب، ركلة الجزاء لها شقين أو جانبين، لها الهداف أو من يلعب هذه الضربة وحارس المرمى. لو تحدثنا عن الهداف، هل هناك مقاييس عادة أو معايير لضمان ولو نوعا ما، يعني إلى حد أكبر حد ممكن تسجيل هذا الهدف؟ إلى حد كبير تعتمد على هدوء اللاعب. هدوء اللاعب، يمكن لاعب مشهور إنجليزي المدرب مشهور بتنفيذ ركلات جزاء الغريبة، يوقف على الكرة ما يتحرك ويسدد جول. فالمدرب قال لنا أدعى يسدد مرة أخرى، لأنه بصراحة هيجيب لنا جلطة، كلنا نتفرج عليه نقول ضايعة 100%، وهو يسجل لكن بعد قلوبنا ما تستحمل، فما راح أخليه يسدد. إذن الأكثر برودا كما يقال، تركيزا، هدوءا، هو الذي ينجح في التسديد، لأن هي ليست ركلات حظ وإنما هي ركلات تركيز. من يكون تركيزه جاهز؟ أحيانا بعض اللاعبين، يمكن شفنا مباراة من يومين نادي أرسنال ونادي ليدز لعبوا، كانت هناك ركلة جزاء لأرسنال، تقدم القائد مسك الكرة وترك اللاعبين يتخانقون مع الحكم وبين اللاعبين، وقبل التنفيذ أجا زميله أعطاه الكرة وهو ابتعد. إذن كان الهدف إبعاد المسدد الحقيقي عن أي استفزازات، عن أي شغب، تركيز، وتركوه على جنب وراح القائد هو تحمل ووقف، لما التنفيذ ترك لزميله. إذن مطلوب تماما أن يكون هناك تركيز تام، هدوء تام، ثقة كبيرة، لأنه الكل يتدرب على الركلات والكل يضيع
إذا لم يكن 100% جاهز يمكن آخرهم محمد صلاح أفضل من يسدد في ليفربول، هو الهداف الأول وضيع ضربة جزاء في المدرجات لأنه في تلك اللحظة لم يكن في تركيز ذهني تام. كابتن، من هذا المثال الذي ضربته عن محمد صلاح نتحدث عن ضرورة التحضير النفسي، النفسية تكون مجهزة من أجل هذه الركلة، لذلك كيف يتم تحضير اللاعبين من أجل هذه اللحظة؟ التدريب والتدريب والتدريب، وهناك أيضا الآن حتى الفيفا تدخل من أسبوع، أصدر تعليمات منع في حراس المرمى من استفزاز منفذ الركلات. احنا نعرف يمكن حارس الارجنتين مارتينيز يدخل في معركة مع اللاعب اللي حيسدد وشتايم وحركات، فالآن الفيفا منع الحارس أن يستفز اللاعب، لأن الفيفا أولا وآخرا مثلنا كنا نريد نشوف أهداف، فأريد كرة تدخل، فلما أنت تلجأ إلى أساليب واستفزاز ويعني يستخدم أساليب غير رياضية أكيد غير مقبولة. لذلك التدريب والتدريب والتدريب هو هذا الأساس في اختيار اللاعب، وأحيانا نشوف لاعب مفضل يتراجع إلى ترتيب متأخر ويبرز غيره لأنه أثبت جدارة في تلك الفترة من خلال التدريبات والركلات اللي يقودها. كثرة التدريب ليس بالضرورة الدقة، لأن هنعرف مدرب إسبانيا في واحدة من البطولات قال طلبت من اللاعبين يسددون 1000 ركلة جزاء قبل المباراة وخسروا في ركلات الترجيح. أستاذ سامي، عايز أسألك في موضوع اللي اتكلمت فيه، موضوع الحركات، لأن احنا كتير بنشوف لاعبين محترفين، نشوف مثلا الهداف يتردد يحاول يعمل مراوغة وهو داخل على الكورة، حارس المرمى نفسه يحاول يبين كأنه حيترمي في جهة ويترمي في الجهة الأخرى، يعني في حركات مسموح بيها وفي حركات غير مسموح بيها زي اللي ذكرتها، هل ممكن تقول لنا أمثلة على المسموح به وغير المسموح به في تسديد هذه الركلات؟ نعم، كان سابقا المسدد يتقدم ثم يقف على الكرة ويموه برجلة أكثر من مرة، الفيفا منعها سمح له مرة واحدة فقط، يعني أنه ما تجي أنت توقف على الكرة مرة سوي شكل مرة سوي شكل مرة توقف كذا ثانية قبل ما تسدد، هذا غير مسموح به. الآن عليك أن تتقدم، ممكن تموه لمرة واحدة. أيضا الحارس ما مسموح له أنه يتقدم خطوة إلى الأمام إلا برجل واحدة، يعني يشترط أنه رجلين على الأقل واحدة تكون ملامسة للخط خط المرمى والثانية يتقدم فيها. كان سابقا لا، الحراس مع التنفيذ يتقدموا الخطوة خطوتين بالقدمين. أيضا الشيء الآخر اللي هو يعني الاستفزاز اللي ذكرنا، هذه كلها تعديلات، لكن مسموح به للاعب أنه يعني يتقدم بسرعة ويقف لكن لجزء من الثانية ليس أكثر قبل أن يسدد. أكبر خطأ يقع فيه اللاعب التردد، أنه يقف يشوف الحارس يرتم يمين أو يسار ثم يسدد، لأنه يجب أن تختار زاويتك مسبقا من البداية من البداية، لكن لا زال بعض اللاعبين يصر أنه يشوف ردة فعل الحارس ويقعون في أخطاء، أحيانا تنجح وأحيانا كثيرة تفشل. يعني بالتفاصيل التي ذكرناها كابتن، يعني ننتقل إلى العلم، هل صحيح أن العلم نسف نظرية الحظ بناء يعني على دراسات ونظريات، يعني ما زلنا نراها اختيار اليمين أو اليسار فيما يتعلق كما ذكرت حارس المرمى؟ صحيح، والذكاء الصناعي الآن أصبح جزء أساسي من عملية كرة القدم، تحليل الأداء البدني، الأداء الذهني، المواجهات واحد لواحد، وأيضا ركلات الترجيح. يمكن نادي هرتا برلين كان عندهم مدرب هولندي مشهور هوب ستيفنز، من 20 سنة تقريبا وضعوا اللابتوب مالته في المتحف، متحف النادي، لأنه يضم تحليل لآلاف أو عشرات آلاف ركلات الجزاء لمنافسين حافظهم هو، فكانت إعجوبة في وقته. لكن الآن أصبح هذا في متناول الجميع، هناك شركات توفر حلول مقابل اشتراك سنوي لكل نادي يريده، تعطيهم تحليل البيانات كاملة، وأيضا هناك مدربين يحللون. لذلك ليس غريبا أن نشاهد حارس المرمى في ركلات الترجيح يمسك ورقة صغيرة يشوف المنافس القادم يمين ولا يسار بناء على نصائح زملائه اللي لاعبين مع هذا اللاعب أو مدربينه أو الذكاء الاصطناعي شو أعطى احتمالات. أنا عايز أرجع يعني سريعا لجزئية النفسية، بما أنه النفسية التحضير النفسي مهم جدا في هذا الموضوع، إزاي ممكن اللاعب أنه يتغلب على إضاعة
فرصة في نهائي بطولة، يعني سواء خلال ركلات الترجيح أو آخر ركلة اللي بيعتمد عليها الفوز أو الخسارة، إزاي ممكن هو يتجاوز هذه المرحلة ويعود مرة أخرى للعب بثقة، بنفس الثقة التي كان يلعب بها من قبل؟ صحيح، هذا واحدة من أصعب التجارب، خصوصا لما تكون مباراة نهائية. وإذا نتذكر أشهر لاعب إيطالي في التسعينات كان يعني معشوق الجماهير، روبرتو باجيو. روبرتو باجيو أضاع ركلة الترجيح الحاسمة في كأس العالم 94 وخسرت إيطاليا النهائي لمصلحة البرازيل. شيء مدمر يعني. فرغم موهبته، رغم جاذبيته، شخصيته، عانى كثيرا، عانى كثيرا يعني، حتى أصبحت عقدة، المدربين ترددوا في استدعاء لكأس العالم 98 رغم كان هو نجم في الدوري. هذه مسألة صعبة، اللاعبين بحاجة إلى يعني تعاون، تعاون الجماهير ضروري. نتذكر ساكا في منتخب إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا لما ضيع ركلة جزاء كاد أن يمكن أن يتحطم، ولكن لما ذهب للنادي التدريب بعد عدة أيام لقى يمكن 100,000 رسالة تأييد من الجماهير وورود ونحن نثق بك، لأن عمره 19 سنة فقط، والآن هو نجم منتخب إنجلترا الأول وهدافة وأفضل لاعب في معظم المباريات ونجم أرسنال. فبالتالي دعم الجماهير، دعم الإعلام ضروري جدا. بالتأكيد يعني النفسية تلعب دور مهم فيما يتعلق بركلات الترجيح تحديدا. يعني كابتن، من هو الأفضل في تسديد هذه الركلات؟ هل هو المهاجم، المدافع، أم خط الوسط؟ وما السبب؟ هو في الغالب الأرجحية تمنح للمهاجمين على اعتبار أنه هو يجيد التصرف في جزئيات منطقة الجزاء ويكون هو الأقرب للحارس طوال 90 دقيقة، يعرف ردة فعله وقريب منه، وأحيانا بيناتهم استفزازات لفظية، فهو الحارس. لكن ثبتت التجارب أو الإحصائيات أنه لاعبي الوسط لأنه ممررين ناجحين يعرفون وين يسدون الكرة ناجحين، أما أصعب الركلات فهي للمدافعين لأنه في الغالب يسددوها في سقف المرمى عالية وقوية يصعب ردها. نهاية، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، المحلل الرياضي الأستاذ سامي الإمام، شكرا لك. شكرا. مشاهدينا، سنختم الآن ساعتنا الأولى من ليبيا مع ليالي المدينة، وهو اسم الموسم الثقافي الذي تعيشه المدينة القديمة في طرابلس في شهر رمضان بعد عمليات الترميم والتحديث التي شهدتها خلال الأعوام الماضية. تزخر الفعاليات بأنشطة موسيقية ومعارض فنية للصناعات التقليدية، وكذلك تحظى بحضور شعبي واسع يحمل عبق شوارع وأزقة طرابلس القديمة. لا يخفي الرسام التشكيلي عدنان القرقني فرحته بالمشاركة في معرض اللوحات التشكيلية الذي يتزامن مع انطلاق ليالي المدينة بالموسم الثقافي الرمضاني. الحركة الفنية تشهد ازدهار في الوقت الحالي، يعني في تحسن وفي زخم كبير، يعني في حركة فنية كبيرة، في حضور من الجمهور المتابع ومختلف قليلا، يعني الجمهور كان حكر على نخبة معينة أو ناس معينة مهتمة، ولكن بدنا نشوفه في حتى عامة الشعب متحسن يعني الذوق العام. بالإضافة إلى المعارض الفنية، كان للصناعات التقليدية مكان بارز في النشاطات خلال ليالي المدينة من خلال إعطاء مساحة لطلبة الأكاديمية الليبية لصناعة الذهب والفضة لعرض مشغولاتهم اليدوية. انبهرنا بالإقبال، وخاصة الجيل الجديد هو يبي يتعلم، إقبال لا يوصف. هي الذهب والفضة، بس الإقبال حاليا اقتصاديا نحن ما قدروش إلا على الفضة. نخدمه في كل شيء، نخدمه في القديم والجديد، نخدمه في العربي، في الحديد، تصميمات شنو يخطر في بالك. وتقام في أزقة المدينة القديمة بطرابلس والتي شهدت أجزاء منها أعمال ترميم وصيانة، عروضا فنية راجلة، وعرضا للملابس التي استخدمت في إنتاج أعمال فنية تاريخية في أحد بيوتها التاريخية. الحاجة الإيجابية اللي فرحتنا سنة وأكتر اللي هي أجواء اللي صايرة في المدينة القديمة وفي مسرح الكشاف. أنت تعرف أن مسرح الكشاف كم ني كان مسكر، اليوم فعاليات المسرح ما شاء الله أنا سعيدة جدا بها. وتشهد الفعاليات المصاحبة للموسم الرمضاني من ليالي المدينة إقبالا كبيرا كل ليلة من الزوار الذين أحيوا هذه المدينة بتفاعلهم.
تحتضن طرابلس ليالي المدينة الثقافية وسط حضور رسمي وشعبي كبيرين، في ظل جهود لتعزيز حالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه البلاد منذ قرابة 3 أعوام. رأفت بالخير، الحرة، طرابلس. وبهذا نصل معكم مشاهدينا الآن لنهاية هذه الحلقة من برنامج اليوم، إلى اللقاء. بالتأكيد يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله.